اللواء 123 تتم حرارة الشرطية يقوم بأسر ميليشيات البككي الفارين المنهزمين. الله أكبر. تقريبا الساعة 7:30 انسحب الفصيل بدون أي انسحبوا عاف الجثث. كان يعني منظر بشع. لقيت البنت على عند الجيب. أول شيء البنت كانت تبعد عن السيارة 5 متر تقريبا، فقربت على الوجه لما أشاهد وجهها، وكانت رجلها أظن أنه ملوية، يعني لوي مكسور. رفضها للقرين، وحد يشيل معاي يعني أنه يخافون، تعرف أنت التصفيات أمورها. خنزير آخر فار تم تصفيته على يد الجيش الوطني. فار بسيارة مصفحة. دنقها في النام. دنقها في النام من 5000 إنسان ده بيأذى ناس بكم. دم من دنقها في النام خاكر. أو هو في تيا الدنيا حتى برتوي محساسي من تبي كمعناته وإنسانتي الدنيا ده تنين. يعني أحسهم كسم من في الدنيا نما. لأما ساعتها هفرينا من جنازة ويهات جني كردا ولدين كاتش آني نابي هفرينا مرا كرنه هفرينا من نادا كاتي بوري أزد بيجم هفرينا من الزحف بنا وهفرينا من الزحف ببن.